احمد ماهر لاعب الوحدات سابقا، احمد ماهر لهلال موسى، هلال وكره شبابيه، محاوله داخل منطقه الجزاء، احمد ماهر، يا ماهر يا ماهر يا شاطر، جول 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 للشباب من احمد ماهر، وبكل مهاره بكل شطاره بكل فن هاي اللقطة تكتمل صح لمصلحة الشباب وتمنحهم هدف الأسبقية في المباراة بعد كرة رائعة من أحمد ماهر، هو اللي بداها هو اللي تبعها، وصلوا إياها هلال موسى بطريقة رائعة، لكن الكنترول الأول التحضير الأول هو القصة صراحة، هو أكثر من نصف القصة ونصف الهدف، التحضير الأول في اللمسة الأولى من أحمد ماهر، يستلم ثم يسدد، صعبة جدا على رمزي، الهدف الأول لشباب الخليل على حساب ثقافة الكرم بقدم أحمد ماهر، يظهر مرة أخرى ذكاء المهارة. عبد الكريم طويلة منه تعود مصلحة الثقافة، والهدف سامح علوان ينجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79، وسامح علوان هو الورقة الرابحة للمدرب سلام الصباح، هدف التعادل لثقافة الكرم، هدف التعادل لثقافة الكرم، خطأ الفراوي متابعة سامح علوان، كرة ذهبية نموذجية صلحها موسى فراوي لسامح علوان، وسامح نزلها في الأرض يحطها في شباك رامي حمادة ويعلن عن هدف التعادل لثقافة الكرم. من شوي حكينا على أن الثقافي قد يكون راضي بالتعادل، لعبت صح من عبد الكريم ولكن موسى تدخله لم يكن كافي.